أما بعد عباد الله، قد أصبح بنا من نعم الله تعالى ما لا نحصيه، مع كثرة ما نعصيه فلا ندري أيهما نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يسر. قال رجل لأبي حازم الأعرج: إنك متشدد. فقال أبو حازم رحمه الله: وما لي لا أتشدد وقد ترصدني 14 عدوا، أما 4 فشيطان يفتنني، ومؤمن يحسدني، وكافر يقتلني، ومنافق يبغضني، وأما 10 فمنها الجوع والعطش، والحر والبرد، والعري والهرم، والمرض والفقر، والموت والنار، ولا أطيقهن إلا بسلاح تام. يا طالب الجنة، بذنب واحد أخرج أبوك منها، أتطمع في دخولها بذنوب لم تتب عنها؟ إن امرؤ تنقضي بالجهل ساعاته، وتذهب بالمعاصي أوقاته، لخليق أن تجري دائما دموعه، وحقيق أن يقل في الدجى هجوعه. أين ندمك على الذنوب؟ أين حسرتك على العيوب؟ إلى متى تؤذي بالذنب نفسك، وتضيع يومك تضيع أمسك؟ لا مع الصادقين لك قدم، ولا مع التائبين لك ندم. هلا بسطت في الدجى يدا سائلة، وأجريت في السحر دموعا سائلة؟ إن مواعظ القرآن عباد الله تذيب الحديد، وللفهوم كل لحظة زجر جديد، وللقلوب النيرة كل يوم به وعيد، غير أن الغافل يتلوه ولا يستفيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تذكرت في سبب دخول جهنم فإذا هو المعاصي، فنظرت في المعاصي فإذا حاصلة في طلب اللذات، فنظرت في اللذات فإذا هي خدعا ليست بشيء، في ضمنها من الأكدار ما يصيرها نغصا، فتخرجك عن كونها لذات، فكيف يتبع العاقل نفسه ويرضى بجهنم لأجل هذه الأذكار؟ جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أدبه بالذكر. يهدي الله لنوره من يشاء عباد الله. تأمل وفقك الله، كم حرم هذا النور أناس كثيرون هم أذكى منك، وأكثر اطلاعا منك، وأقوى منك، وأغنى منك. فاثبت على هذا النور حتى تأتيك المنية، وأنت على هذا الصراط القويم والصراط المستقيم، يوم يقول الله عز وجل للمؤمنين: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.